في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى السلام عليكم. في الفيديو إن شاء الله نشوفه كيفاش يختم المدخن العملياتي الجامع العاكس المدخن. شفنا في الفيديو الآخر الجامع العاكس، اعتبرناه جامع عاكس فقط لأنه كانوا المقاومات بثلاثة كانوا متساويين، R1 تتساوي R2 تتساوي R3، وديك الشيء علاش كان المهمة ديال ديك المدخن العملياتي غير تيجمع التوترات اللي عندنا U1 وU2. غنعاودو نشوفو شنو هي القاعدة ديال هاد المدخن. كنا قلنا على U out تتساوي ناقص E1 زائد E2 عامل R3. قلنا E1 تتجمع مع E2 لأن هنا ما تيدوش، هنا قلنا ما لا نهاية، المقاومة تطلع التيار الكهربائي الفوق تعطينا التيار E3، E3 تنضربوه في المقاومة، E3 تنضربوه في المقاومة R3 وتعطينا المخرج ولا U out ديالنا. وشنو يمكننا نعوضه بهذه الطريقة بهذه القاعدة العامة؟ U تتساوي RE بطبيعة الحال معروفة، التوتر تساوي المقاومة في التيار الكهربائي. يمكننا نعوضو E1 اللي عندنا هنا نعوضوها ب UR1 على R1 بيان سور ناقص لأنه تيعكس لنا. UR1 على R1 زائد UR2 على R2، عوضنا عاوتاني E2 هنايا بهاد يعني ب UR2 على R ونضربوها في R3. شنو يعطينا هذا؟ تعطينا قلنا بان هاد UR1 هاد UR1 اللي هنا كنا بينا بان هي التوتر اللي عندي هنا، و UR2 اللي كاين هنا هو التوتر U2، وعوضنا هنا U1 على R1 زائد تتساوي بيان سور ناقص U1 على R1 زائد U2 على R2 مضروبه في R3. ندخلو R3 لداخل، شنو غيولي عندنا؟ U out تتساوي ناقص U1 مال R3 على R1 زائد U2 R3 على R2. اوكي، كنا قلنا إلا كانوا، نشوفو واش القاعدة صحيحة. كنا قلنا إلا كانوا المقاومات بثلاثة متساويين خصو يعطينا، خصو هاد المدخن العملياتي غير يجمع ويعكس في الـ U out. غنشوفو، نعطيو الـ R1 R1 تتساوي 2 كيلو أوم تتساوي R2 تتساوي R3، ونعوضو هنايا 2 غيكون عندنا هنا تتساوي ناقص U1 عامل R3 على R1 لأنهم متساويين، 2 على 2 هي 1 مال 1 زائد U2 مضروبة في R3 على R2 تاهما متساويين غيعطيونا 1. يعني شنو درنا هنايا؟ فقط إلا كانوا المقاومات كلهم متساويين، شنو تيدير لها المدخن العملياتي الجامع العاكس؟ فقط تيخرج لنا نفس تيخرج لنا المجموع ديال التوترات اللي كاين هنايا وتيعكسو. وهنا لاحظنا U1 زائد U2 وناقص هي معكوسة. شنو غيطرى دابا إلا عطينا، إلا كانوا نديرو حالة أخرى نشوفو شنو عطينا؟ مثلا عطينا الـ R1 تتساوي 2 كيلو أوم، R2 تتساوي 2 كيلو أوم تاهي، ونعطيو الـ R3 نعطيوها تتساوي 4. شوفو في هاد الحالة شنو غيطرا. ألوغ نكتبو ناقص ديالنا U1 مضروبة في R3 على R1، R3 هي 4 على R1 هي 2، تعطيني U1 مضروبة في 2 زائد U2، R3 على R2 هي 4 على 2 تعطيني تاهي 2. شنو تساوي هذه؟ يمكننا نعملو بجوج، تساوي ناقص 2 عامل لي U1 زائد U2. الو شنو درنا هنايا؟ شنو خرجنا النتيجه؟ الا كانت R1 و R2
ار واحد و ار جوج، ار واحد هنا و ار جوج متساويين و ار ثلاثة مختلفة، شنو تيدير لهذا المدخل العملياتي؟ تيجمع التوتر اللي كاين هنا و تيضخمو بنسبة معينة. هنا عندنا ضخمو و عكسو بجوج، ناقص جوج. المعامل ديال التضخيم هو ناقص جوج. الوغ شفنا الحالة الأولى، إلا كانوا المقاومات كلهم متساويين، شنو تيدير المدخل العملياتي؟ تيجمع فقط، تيجمع التوتر وتيعكسو، مكاينش التضخيم. إلا كانوا ار واحد وار جوج متساويين وار ثلاثة مختلفة، شنو تيدير؟ تيجمع التوترين ديال المدخلين ديال او واحد و او جوج، وتيعطيه واحد معامل تضخم معين. دابا نشوفوا إلا كانوا في الحالة، إلا كانوا كلهم مختلفين، شنو تيطرا؟ جميع المقاومات مختلفين، نشوفوا شنو يطرا. اوكي، نديرو هنايا ار ثلاثة ار واحد تساوي ثلاثة كيلو، نديرو هنايا ربعة، ونديرو هنايا 12. مثال بسيط، نشوفوا شنو يطرا. 12 كيلو اوم و 4 كيلو اوم ناقص اي واحد مضروبة في ار ثلاثة 12 على ثلاثة هي ربعة، زائد ار ثلاثة 12 على ربعة هي ثلاثة، ثلاثة اي جوج. الو شنو دارنا هنايا؟ باش كانوا باش المقاومات باش يكون عندنا المقاومات مختلفين، تيعطيني عدة مرات، إذا صح التعبير، عدة مرات U1 زائد عدة مرات U2. أما الكل ما تيضخموش، تيضخم غير U1 و U2 وتيخرجهم معكوس، تيجمعهم وتيخرجهم معكوسين. ألور نعاود، عندنا ثلاثة الحالات في الجامع العاكس. إذا كانوا المقاومات ثلاثة متساويين، ما تيكونش تضخيم، تيكون فقط عكس، عكس الجمع التوتر ديال U1 زائد U2. إذا كانت R1 و R2 عندهم نفس المقاومة وR3 مختلفة، تيجمع U1 و U2 وتيضخمو بواحد المعامل معين. حنا تنحدوه ب باش الى يمكن نحددوه الى غيرنا R1 و R2. الى كانوا مختلفين بثلاثة، R1 و R2 و R3 مختلفين، تيعطينا عدة مرات U1 زائد واحد العدد معين ديال U2، عدد معين ديال U1 زائد عدد معين ديال U2، وتجمعهم وتعكسهم. هادو هما ثلاثة الحالات اللي كاينين في الأديرة في الجامع العاكس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.